التاريخ يحدث الشباب وهالناس اللي يحسبوا في تونس بلاج وبحر. لا، تونس سي ريسبيراسيون دو نو، تونس البلد الثاني المحبوب، عندنا فيها الخالة وبنت الخالة، نحن ملوخي تونس حدث ولا حرج، كسكسي تونس لا يعلى عليه، مسفوف حم كيف كيف، الحلو حدث، نحن نفرقوا حتى بين حلو بن زرد وبن سوسة، وبين لما نشوفوا كعك الورقة نعرفوا اللي سورس. في باش نقول لك حاجة، أنا جزائرية كح، لكن عشت في تونس ونجيل تونس. الأمن أكلي الساعتين تعليل في القبادجي، في قلب سوسة في القبادجي، الباب محلول والريد وهابط ما قعدش. الحوايج تاع تونس كيما ديك القفة اللي فيها الخمسة ويقولوا لها مروحة تاعك، هادو من الحوايج تراديسيونيل اللي حابة نشريهم. مروحين سي بو كملت الفاكونس؟ لا ما كملتش الفاكونس، ما عندنا ظرف عائلي مروحين ان شاء الله. كان مش من ظرف العائلي راكم؟ لا نحن مروحين للظرف العائلي ونعاودوا نرجعوا شويه، نعاودوا نرجعوا. نحن الاكسجين نتاعنا هي تونس. تونس كلمه كبيره هذه، لا ريسبيري مش ناقصه زير حد شيء، لكن عندنا محبه خاصه لتونس. سي لو بوموند لي الجزائريين. خوا خوا من خاوة خاوة، أهل ونساب وجيران وحبايب يا حسرة يا حسرة. أنا عندي خالاتي معرسين في سوسة، دونك عندي ولاد خالاتي توانسة وهما تزيرية، أم جداتهم تزيرية، بس عندنا ولاد خالاتنا توانسة، يعني توانسة توانسة يعني باردون، ونحبوا تونس وإحنا مع تونس في كل أحوالها. كو سوسوا توت اوبسيون كو سوسوا سامون كيلكو شوز، احنا ديما نحبوا تونس وتونس غاليه على قلوبنا، وخلقنا لقينا اهالينا ثوريين ولقيناهم يحبوا تونس. والتاريخ يحدث، التاريخ يحدث الشباب وهالناس اللي يحسبوا في تونس بلاج وبحر. لا، تونس سي ريسبيراسيون دو نو، تونس البلد الثاني المحبوب، عندنا فيها الخاله وبنت الخاله، دونك اللي يمسهم يمسنا واللي يضرهم يضرنا واللي يفرحهم يفرحنا. زادا نحنا كي ندخل الجزائري، نحكي لك خاصة عن شرق الجزائر، كون يروح جزر الهواي كي يروح تقول له سيي وزلي في لي فاكونس تاعك، لا يقول لك مازلت لي حتى جمعة ولا 10 أيام في تونس، خلنا نعمل طلة، لا ناقصين بحر لا ناقصين شطوط ولا فنادق، لكن نحبوكم الحب ابتلاء، نحبوكم نحبوكم متبادل ان شاء الله، وربي يدوم المحبه وربي يبعد علينا البلاء. انا كيفاش عديت هالفاكونس في تونس وين مشيت؟ نحن سوسه، نحن حتى وكنا نطلوا على نابل ولا الحمامات، يعني نتكلم عن نفسي ندخل ديريكت لازمني نبات في سوسه، ما نعرفش علاش، لكن هذا اللي يصير. بناتي اول مره يمشوا للشط مريم، لقوا عالم واحد اخر، احنا يعني من رواد القنطاوي، نحنا عندنا اللي مالك وعندنا اللي يكري وعندنا اللي كيري وعندنا اهلنا، كما كنت نحكي لك في القلعه الصغيره في سوسه، حتى في اماكن يتفجعوا كي نقولوا لهم احنا عندنا تاتا نورا الله يرحمها في القبادجي، ووه مشيتوا شنو القبادجي في يوم ولينا، حتى اهل الشارع سلامه يا جيتوا يعرفوا بلي رجعنا. كونا بكل تقاليدها وبكل عوايدها وبكل، نحن انا نتكلم عن نفسي، انا صارت حتى كي تتحط ماكله نعرفها تاع الساحل ولا صارت تعرف بيصير عمري كله، على الاقل من 18 19 في عمري، وانا صيفي في تونس 10، وبناتهم بناتنا ونحضروا في خطبات بعضنا، في لمات بعضنا، في لطف عليك في غيار بعضنا. ده انا عندي صاحبتي بنتي زايده 85، عرفتها في لافان تاع 85 جوسكا بريف دي كونترير، مفتاحها في ساكي، مفتاح دارها في جيبي ومفتاحي في جيبها. نقولها نوكل علي امها الله يرحمها، تقولي نوكل عليك ربي، كنت توصلي للباب وتدق وعندك مفتاحك دور وادخل، عندها طفله واحده. دونك ربي طيب عشرتنا ان شاء الله يا ربي، ونفرحوا حتى كي نكونوا في الحج ولا في العمره ولا في لي زيترونجي، ما نحكيلكش كانش ما يتمسش، هكا هو اهلنا احنا ان شاء الله.
اش هي في الماكله التونسيه تاعك؟ انا يا بنتي راهو حرام عليك. احنا نحبوا تونس واللي فيها كل. اما نحنا مثلا انا ممكن نكون خاصه على غيري لسبب واحد، في كوزينتي في الجزائر في عنبه نحل التليفون يرحم والدينا اللي عملونا يا نجوى. اني نحب نعمل اليوم مثلا باش نعمل مرقد سبارس يا نجوى، اعطيني اني نسيت شوي يا نجوى، شنو هو الكسكسي بالفرفوش؟ ما مشيش الكسكسي التونسي ولا يا نجوى، اني نحب نعمل كسكسي بالجمه. تبدا تضحك تقول لي يا اخي توا وليت عزوزه وما تعلمتوش، نقولها لا ننسى ونخلي ديما البنا من يدك خير. دونك نحبوا نحن ملوخي تونس حدث ولا حرج، كسكسي تونس لا يعلى عليه، مسفوف هم كيف كيف، الحلو حدث. نحن نفرقوا حتى بين حلو بن زرد وبن سوسه وبين، لما نشوفوا كعك الورقه نعرفوا لي سورس. وعندي برشا برشا صحباتي تونسيات بنات بلاد ولا سوسيات. دونك خاصة عندي صاحبتي ذي أمال تسكن في حي الزهور هنا في تونس، تعمل هي وبناتها في الحلو. دونك نسرق صنع أمولك، كيفاش عملت لك الحاجة؟ هات الورقة ولا جيب تليفونك ويجي سجل. نعملوها في الجزائر احنا كي تبدا عريسنا، أنا أصلي الأصيل متبسة، كي نعملوا عرس تلقيه على الأقل 35% توانسة. بلي حتى نحكي على العباد، نحكي على الفامي بين اصحابنا وحبيبنا حتى صرنا دم واحد دم واحد، لا نقاش ولا جدال. كل صاحبتي يحب يخطب يا ولدي فك عليه، قلت له جا نخط لك على النبية، قلت له زرية مطيعات، قال لي فك عليا ما عادش تقول لي تزاي، قال لي كلهم زي بعضهم. قلت له صح وليدي. إذا معناتها بعد ما حكيت الحاجات الباهية هذه كلها إن شاء الله تدوم، دونك ثم حرية ثم أمان وأنت تتنقل في شوفي باش نقول لك حاجة، أنا جزائرية كح لكن عشت في تونس ونجي لتونس. الأمن أكل الساعتين تاع الليل في القبادجي في قلب سوسة في القبادجي، الباب محلول والريد وهابط ما قعدش حتى ما نحكوش بالنفاق. أمن نحنا أنا في نحكي لك في القبادجي صحاباتي يخرجوا يجيبوا البلاب يسخون ويجوع ساعتين تاع الصباح توا البيبا فيه صبعا. هي هي عن الناس كله، هو هي الحراك هذا نحن الحراك ما بعد الثورة. إيه ثم حاجات ولينا حتى هو قلت لك نص أهلي تونس يقول لك في فيرا طونسيون بكري، ما نعرفوش في فيرا ما كانش ردي بالك تهبطي للشط في الليل ولا تعملي. قبل كنا إن شاء الله يرجع برئيسكم وإن شاء الله يا ربي يدب الأمن والأمان، إن شاء الله نشوفوا تونس ديما منورة، وإن شاء الله ترجع جنيف العرب. باهي وأنت تحكي على كل شيء تقريبا، برك الله تعرف كل شيء على تونس، خلينا نسألوك شوية على السياسة، على رئيس تونس، شنو رأيك فيه؟ تبع السياسة؟ أختي إحنا نحبوه، هو رئيس تونس، وإحنا الجزائرية نحبوا السي قيس سعيد، أولا الرجل المثقف، الرجل العلامة، الرجل اللي عنده باجاج بسم الله ما شاء الله عليه، الرجل اللي قاعد يرمم. قاعد يلم في، انا مانيش سياسيه سامحيني برشا، انا اقتصاد اكثر من سياسه، لكن بعين المواطن العادي نشوفه باللي اكل اب اللي قاعد يلم في العيله ان شاء الله يفهموها صح. احنا سي قيس احنا مبدئيا من رئيسنا ننظروا له كيفاش الصداقه كبرت وكيفاه صداقه كبيره 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 بين رئيسنا ورئيسكم بين شعبنا وشعبكم. لكن ثم حاجة ما هي أهم، أنك تشوفي مثلا أنا نجي ديما لتونس نشوف كل يوم كاين حويجة جديدة، السلبيات حتى في مكة راي، حتى اللي هما صناع السلم في بلادهم تسرقنا وفي بلادهم تمسينا وفي بلادهم، لكن أختي في تونس إن شاء الله ديما منورة، والله يجعلوا التاج على رأس كل من يكره. أول مرة مرحبا بي. مرحبا يا عايشة. حكينا كيفاش لقيت تونس، عجبتك ما عجبتكش، تفرهدت ما تفرهدتش؟ ملاحة تونس تهبل عجبتني. تقول يا ماما تهبل. أنديري في الجزائر مش في تونس. يعني تحس روحك في بلادك. بيان، عبادها تانا بيان، ناس ملاح، فرحوا بينا تانا في سوسة، ودرك وين جينا لتونس.
عبادها بيان حتى في سوسها عبادها ملاك سمحني عرفنا ناس في البحر والله يقرقوا بينا باش يهزونا الديار يعني هذه حاجة نسيناها سينو شنو هي البلاصة اللي عجبتك في تونس؟ عجبتني تونس العاصمة القنطاوي تهبل كل بلايص كل ملاح شط مريم تانا ملاحة ضحية تونس أكيد باب البحر وسي ملاحة باب بحر ما باب بحر ملاحة هادو هم البلايص اللي بالنسبة للأكلات مشيت لسوق باب الأسواق العربية هاي الأسواق تانا عجبوني ملاح فما حاجات تقليدية شريتو؟ مازلت ما شريتش ما حنشري من تونس من تونس من هنا حنشري ان شاء الله شنو الحاجات تحب تشريهم تقليديه هكا تشوفهم كل مره الحوايج تاع تونس كيما ديك القفه اللي فيها الخمسه ولا يقولوا لها مروحه تاعكم هذوما الحوايج تراديسيونال حابه نشريهم بالنسبه للاكلات التونسيه شنو هو اللي عجبك كسكسي بوش هذيك بالشبتيه هذاك بنين يهبل ها وكليت السباغيتي التونسيه تاعنا ال واش يقولوا له الملاوي بامبالوني كليت حوايج عجبوني ما كليتهم ملاح باش كنت ما زياره اخرى ان شاء الله لتونس اول مره تعتبر اكتشاف بالنسبه لك ان شاء الله في الشتاء نزيد نرجع في لي فاكونس تاع الشتاء ان شاء الله لي فاكونس باش نولوا ديما لهنا ان شاء الله بربي كل فاكونس هنا يا عايش والله وصحابنا ناسكم في عنابه والله ما تعرفي تحيي الجنسيه والعلم والله ما تعرفي تونسيه ولا جزائريه من كثر التصرف ومن كثر العلاقات جيران وخيين اهل 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 رانا اهل رانا نقولوها باعلى صوت لزلجريه اللي مس تونسي مسنا وان شاء الله ديما منوره هكاك احنا مرتاحين ان شاء الله ربي ينوركم وان شاء الله ربي ينصر رئيسكم وان شاء الله ربي يثبتوا عن طريق الايمان وان شاء الله يا ربي نشوفوا تونس من حسن الى احسن